الشيخ خالد الراشد ما زال مسجون، والشيخ سلمان العودة، والدكتور علي العمري. انت جاي تتباكى عليهم وتقول انا ما اخو مسلم؟ اللي بيتباكى عليهم ده منو؟ ناس خالد الراشد ده تابعين لوين؟ بيلعبوا في المريخ ولا المورده؟ ده من حزب الاخوان، بل قاده حزب الاخوان المسلمين. برضو مما بثبت انا انك انت برضو اخواني ليه اضنينك اخو مسلم من جماعه الاخوان المسلمين، شغال محاضره اسبوع ثلاثيه بتاعت محاضرات مع واحد اسمه محمد علي الشيخ. اها ده شنو محمد علي الشيخ؟ ده شنو يا محمود الحسنات؟ تعرفه ولا نوريك ليه؟ ده من كبار السرورية من حزب الإخوان المسلمين في السودان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. انت جيت من فلسطين من غزة، ما نزلت إلا عند الإخوان المسلمين، إلا عند السرورية، إلا عند التكفيرين، إلا عند جماعة بلاد، ما هم ديل ذاتهم. صلوا صلاة الغائب في مدن المولد السجان الخرطوم على بلاد، ما هم ديل ذاتهم. ناس عبد الحي محمد علي شيخ ديلهم ذاتهم. جيت من هنا ما نزلت إلا عندي، وما شغال إلا مع ديل، وما بتدعون إلا مع ديل، وتجي تبكي تقول أنا لا أعرف الأخوان ما مع الأخوان المسلمين ديلهم. وقد عفوت عنكم، عفوت عنا، نحن ما عفينا عنك، لأن أنا ما شاكلنا معك في بصل ولا بالتيخ، نحن شاكلنا معك في دين، في إسلام يا شيخنا، أنت تضلل الأمة. فالآن لعبتك أنت اتكشفت، وخطبك دي كلها هي خطب الأخوان المسلمين. ما ده ما منهج أهل السنة. أهل السنة عندهم العقيدة دي أهم شيء، التوحيد، وعندهم النهي عن الشرك اللي هو أظلم الظلم، ده قبل أي ظلم تاني بيحذروا منه. المدعو محمود الحسنات الفلسطيني وهو جالس اللي مادي بالسودان تقريبا له سنتين، جابوه جماعة الأخوان المسلمين أو الكيزان بين قوسين ليكون بديل لعبد الحي يوسف السوداني، بعد ما عبد الحي يوسف كرهه كل أو جل أو معظم الشعب السوداني بفضل الله سبحانه وتعالى، وانكشف تناقضه وتلونه وحربائته لجميع الشعب السوداني تقريبا أو الغالبية العظمى منهم. فحاولوا يجيبوا بديل له من جماعة الأخوان المسلمين عشان تاني يدغدع على قضايا الأمة، مسألة فلسطين والأقصى وغزة، ونحن كلنا مع الأقصى وغزة وفلسطين، لكن المتاجرة بهذه القضايا المهمة، المتاجرة الرخيصة بها، ده بنرفضه تماما. المهم أنا حسبت لكم الكلام ده بعد شوية. أنا ردد عليه بالحق، ما كذبت عليه والله. فهو جاء كذب ودار يطلعنا نحن الكذابين، وأنا ما حرد إلا من كلامه، ما حرد إلا من كلامه. قال في المقطع بتاعه اللي هو بعنوان هل الشيخ محمود الحسنات قبوري وشنو كده خلوه يعني لا تكذبوا علينا إلى آخر المعنى. أول نقطة قالها، قال أنا لا أحب الرد، لا أحب الرد. وقال أيضا ولست أحمل منهج الرد، ولست أحمل منهج الرد. وقال أيضا والله لم أجرح في حياتي أحد، والله لم أجرح في حياتي أحد. وده طبعا من أبطل الباطل، لأنه الرد على أهل البدع والشرك والضلال ده من أصول الإسلام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإلا كيف يكون النهي عن المنكر إذا ما في رد. وقال الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس، قال ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول أنا لا أحب الرد؟ دي أول نقطة تبين بطلان منهجك يا محمود الحسنات. ما منا أحد إلا راد ومردود عليه كما قال الإمام مالك، قال ولست أحمل منهج الرد. فمنهج الرد ده منهج أصيل، والعلماء ألفوا كتب عظيمة ومئات المؤلفات أو آلاف المؤلفات كل عن الجرح والتعديل، ولولا الجرح والتعديل أصلا ما كان جاك شنو؟ ما كان جاك الدين، لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظ دينه وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج الرد اللي هو الجرح والتعديل. لكن الرجل الجاهل ما يعرف حاجة عن الإسلام. طيب اثنين، قام يستدل بالآية في ردي علينا قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، ودي استدل بها على رد. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أول حاجة الآية بتتكلم عن الفاسق والتثبت من خبر، ما أي خبر أي حد، من خبر الفاسق، لأن ربنا قال في الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ،
عشان كده الإمام السعدي رحمه الله تعالى قسم أنواع الأخبار البيئة بها الناس لثلاثة. قال خبر الكاذب مردود الأول وهو مردود، وخبر الصادق مقبول ما بيحتاج إلى تثبت. وضرب مثال بأن السلف أخذوا روايات بعض الخوارج إذا كان توفر في هؤلاء البعض الصدق، مع أنهم أهل بدع وضلال الخوارج، لكن إذا توفر فيهم الصدق كان بيأخذوا منهم الرواية. هذا ما يفهم الحاصل. الثالث قال خبر الفاسق قال يتوقف به، يتوقف عنه حتى يتبين، لأنه الآية ما قالت نتبين من أي خبر أي أحد، وإنما قالت إن جاءكم من فاسق، ما قال الصادق ولا قالت كاذب، لأنه الكاذب مردود خبره والصادق مقبول خبره، لكن الفاسق يتبين منه ما أي أحد. بعد ذلك نمرة ثلاثة قال نحن كلنا مسلمين وأهل سنة وجماعة، إن كان بيني وبين من أحب وبين بعض من نخالفهم في بعض الآراء بعض الاختلافات، لهذه اختلافات ولكن نحن نتفق في أننا أهل سنة وجماعة. يعني يقصد نحن وإياه، لا أنت ما من أهل السنة والجماعة، أنت من جماعة الإخوان المسلمين، وما بيحل لك أنك تحلف بالله بالكذب وتقول أنا لا أنتمي إلى حزب سياسي وإلى جماعة إسلامية، لأنه منهجك نحن بنقول أنت من جماعة الإخوان المسلمين يعني نعني المنهج، مش نعني أنه عندك بطاقة ولا ما عندك بطاقة، نحن بنعني المنهج. وحنثبت الكلام ده بعد شوية إن شاء الله من كلامك أنت، إنه منهجك ده كله من بدايته لنهايته هو منهج الإخوان المسلمين. وقبل ما نمشي قدام، قبل ما نمشي قدام، أنت قلت أنا ما أحب منهج الرد. بداية أنا لا أحب ولست أحمل منهج الرد. ده واحد من أصول منهج الإخوان المسلمين، لأنه أصل أصول منهج حزب الإخوان المسلمين قائم على كلام حسن البنا مؤسس حزب الإخوان المسلمين. قال شنو؟ قال فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. يعني ما في رد، أي خلاف شرك توحيد إيمان كفر ما في رد ولا في هجوم لأهل البدع والشرك والكفر والإلحاد، أصلا ما في، نعذر بعض فيما اختلفنا فيه. والكلام ده قاله محمود الحسنان ذاته في نهاية مقطعه، قال شنو؟ قال بس بمعنى تاني لكن نفس الموضوع، بلفظ تاني لكن نفس المعنى. قال فهذه اختلافات، ده كلام الود ذاته، فهذه اختلافات ولكن نحن أهل السنة والجماعة. إلى أن قال واليوم دعونا من هذه الاختلافات وتعالوا لنبني مجد هذه الأمة، ونحن الآن همنا أن نجرح وهمنا أن نخرج عيوب الناس، ابحثوا عن محاسن الناس فأما عيوبهم فاقتصروا بها وانصحوهم في السلام. ده هو منهج حسن البنا ذاته، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نترك الاختلاف. واليوم دعونا من هذه الاختلافات وتعالوا بنا لنبني مجد الأمة ونعيد مجد الأمة، الغرب بنوا مجدهم دون خلاف ونحن اليوم همنا الاختلاف. ما بنترك الاختلاف ليه؟ لأنه الاختلاف منه ما هو اختلاف تضاد، وده الحاصل الآن بين أهل السنة والجماعة وبين جميع أهل البدع والضلال من هذه الطوائف، ابتداء من الصوفية بطوائفها تجانية سمانية قادرية ختمية شاذلية ركينية، كلهم اختلافنا معهم اختلاف تضاد. وكذلك مرورا بجماعة الأخوان المسلمين بطوائفهم سرورية وداعش وجبهة النصرة تنظيم القاعدة وجناح مين وجناح مين، اختلافنا معهم اختلاف تضاد في أصل الدين في أصول الإسلام، ما اختلاف فروع ولا في مسائل اجتهادية سوق فيها الخلاف. مرورا بحزب التحرير، مرورا انت ماشي بباقي الأحزاب، حزب الأمة غيره من الأحزاب، اختلاف في أصول الإسلام. يا أخي اللي بينكروا، ناس بينكروا السنة يا أخي، ناس منهم بينكروا عذاب القبر ونعيمه، ناس منهم بينكروا علامة الساعة، كلها جات في القرآن وجات في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول نخلي الاختلافات دي؟ ده أصل تاني من أصول منهج جماعة الأخوان المسلمين عندك أنت يا محمود الحسنات. أصل ثالث عندك عشان ما تكذب تقول والله أنا ما بعتبر الحزب، عشان ما تكذب. أصل ثالث عندك خطبك دي كلها مهاجمة للحكام المسلمين وشتم للحكام المسلمين. حكام أمتي اسمعوا أيها المتجبرون المتكبرون في الأرض، اسمعوا، نحن في زمان عمائم العار. ماذا قال المسؤولين؟ ماذا قال الوزراء؟ ماذا قال الولاء؟ ماذا قال الحكام؟ ماذا قال الأمراء؟ ما قالوا إلا اللهم كرشي
اللهم كرشي. بتشتم في العلماء علماء الأمة وبتشتم في حكام الأمة الإسلام. فدي خطبة هجوم للحكام، وده أصل ثالث من أصول منهج جماعة الأخوان المسلمين، بل من أصول الخوارج الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، وقال عنهم عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال لئن أنا أدركتم لأقتلنهم قتل عاد أو قال قتل إرم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أصل رابع من أصول منهجك يا محمود الحسنات يبين أنه أنت تتفق مع جماعة الأخوان المسلمين في كل شيء وفي كل الأصول، وده أهم موضوع بالمناسبة نختلف فيه معاك، وده أصل الإسلام وده أصل الدين وده الأصل الذي من أجله أرسل الله جميع الرسل وجميع الأنبياء وأنزل جميع الكتب، بل خلق الله الإنس والجن لهذا الأصل. نحن بنختلف فيه معاك، وهو تهميشك لأصل الإسلام، تهميشك للدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك، وأنا خطبك عن القباب والأضرحة هذه الأوثان التي تعبد من دون الله، وأنا خطبك عن الشرك، والشرك هو أظلم الظلم. أنت فالح تتكلم في ظلم الحكام فقط فقط، وده دغدغت به مشاعر الناس، وده منهج الأخوان المسلمين بيركزوا على الحتة دي، لأنه بيروا أنه استبداد الحكام وظلم الحكام الكلام فيه والنهي عنه مقدم على الكلام في الشرك والنهي عن الشرك. ونحن كأهل سنة وجماعة بنرى إنه منهج الأنبياء قام في الأصل والأساس في محاربة أظلم الظلم اللي هو الشرك، والدليل من القرآن نتحداك به. ربنا قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين، يعني المشركين، وما للظالمين من أنصار. فأنت ده بتهمش نهاية، ووقت تكذب تقول أنا قاعد وين تتكلم وين أنت؟ وده ذكرني عبد الحي وباقي الأخوان المسلمين الردان عليهم بدري بدري، كان بيقول نفس كلامك ده، نقول لهم ما بتتكلم بالتوحيد يقوم أتباعهم يجوا يفتشوا لهم خطبة ينفضوا منا الغبار كلمة بس. التوحيد عالم جميل، مثلا عالم جميل شركة زين، لابد تفصل في التوحيد وتبين للناس التوحيد. عشان كده العلامة الشيخ الفوزان قال التوحيد لابد فيه من التفصيل ولا يجوز فيه الإجمال، والدليل على الكلام ده كثير من القرآن، يكفيك آية واحدة، ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بالتفصيل كما جاء في الآية. بعدين أنا بسأل سؤال، انت وغيرك من حزب الاخوان المسلمين الفشلة تضيعوا الامة ولعبوا بالامة ولعبوا بالدين ولعبوا بالاسلام، اسألكم يا اخي لو الحكام المسلمين دول كلهم ظلمة مثلا وفاشلين مثلا، ده اعظم وده بيدمر الاسلام والدين، ولا الاعظم الظلم الذي يكون بين العبد الظالم وبين ربه ظلم الشرك؟ زور ربنا خلقه عشان يعبد ويعبد غير الله، زور ربنا رزقه عشان يشكره يشكر المشايخ ويمشي يتبرك بالقبب ويتبرك بالأضرحة، فده ده أخطر ظلم. لكن أنتم ما جايبين له خبر، وده لو ما في نقطة إلا دي يا محمود يا حسنات إلا دي نختلف معاك فيها لكفت للبعد بين منهجنا منهج أهل السنة والجماعة وبين منهجك الذي يتفق في كل شيء في أصوله وفروعه مع منهج الأخوان المسلمين. بعدين أنت ذول كذاب كذاب، بل بتحلف بالله بالكذب. أثبت لك الآن، عندك مقطع اسمه هل الشيخ محمود الحسنات قبوري في الدقيقة 10:39 إلى الدقيقة 10:44، قلت والله زي اللفظ ده حلفت بالله، قلت والله لم أجرح في حياتي أحد، أعيد تاني، والله لم أجرح في حياتي أحد، والله لم أجرح في حياتي أحد. وجيت هنا في مقطع بعنوان نزلته في اليوتيوب اسمه قالها أوزيل شتمت علماء الأمة، وهنا قلت أنا ما جرحت في حياتي حلفت بالله، في الدقيقة في 40 إلى الدقيقة 1:10 قلت شنو؟ فنحن في زمان الجبن، يصف علماء الأمة بالجبن، في زمان الجبن، نحن في زمان الخوف، تصفهم تاني بالخوف، نحن في زمان عمائم العار، عمائم شنو؟ العار، تصف العلماء نمرة 3 بأنه عمائم دي عمائم عار. هل رأيتم من علمائنا من ذكر لنا على المنابر أن هناك 1,000,000 مسلم في الصين مضطهد بمثل هذه المأساة؟ فنحن في زمان الجبن، نحن
في زمان الخوف، نحن في زمان الذل، نحن في زمان عمائم العار. وهنا تكذب تقول والله، تحلف بالله بالكذب، والله لم أجرح في حياتي أحد، والله لم أجرح في حياتي أحد. أنت رجل كذاب وتحلف بربنا بالكذب يا شيخنا. وده أيضا أصل من أصول منهج الأخوان المسلمين الكذب. عبد الحي يوسف كان زمان سألوه من جماعة الأخوان المسلمين، قال والله لا أعرف عنهم شيء أو لا أعرفه، حلف بالله. وجاء بعدها طوالي مظاهرات باسم الأقصى، طالعين حزب الأخوان المسلمين بالاسم، رافعين شعار كبير مكتوب فيه الاسم جماعة الأخوان المسلمين. جاء عبد الحي لابس الشعار بتاعه واقف قدام بتاع فلسطين، واقف مع الأخوان المسلمين تحت الشعار المسمى بجماعة الأخوان المسلمين، ومشارك معاهم ويتكلم باسم الأخوان المسلمين، وقبيل حلب بالله قال لا أعرفهم. هذا ما بتنطلع علينا وجاي عامل فيها بتبكي عشان تدغدغ مشاعر المسلمات والمسلمين، لأن الأخوان المسلمين أصلا بيحبوا يستقطبوا البنات، يبكي يتباكى مش يبكي، يقول أنا وقد عفوت عنكم. عفوت عنا؟ نحن ما عفينا عنك، لأن أنا ما شاكلنا معاك في بصل ولا بالتيخ، نحن شاكلنا معاك في دين، في إسلام يا شيخنا. أنت تضلل الأمة وجايبينك الكيزان من فلسطين لاقطنك من فلسطين. كذلك موضوع تصويره في الضريح اللي بيعظموه الصوفية، لأن الصحابة نفسهم رضي الله عنهم ما كانوا يعظموا القبور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم ذلك، لأن أصل تعظيم القبور هو السبب الأعظم في وقوع الشرك في الأرض. ربنا قال وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. الآية عبد الله بن عباس قال هذه أسماء خمسة رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، أو كما جاء. وده أول شرك حصل في الأرض بسبب تعظيم قبور الصالحين. فالآن لو في أي قبر، قبر صحابي أو قبر ولي أو قبر صالح أو قبر طالح، لو عظموا القبر ده، ده السبب في الشرك. عشان كده نهينا عن تعظيم القبور، بل أمرنا بإزالة البناء والأبنية على القبور. ففي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام بعث عليا ابن أبي طالب فقال له ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا أو صورة إلا طمسته. فإنت كونك تمشي تتصور يا محمود الحسن جنب الضريح وتأخذ سيلفي مع الضريح اللي عاملينه الآن بيشيدوا فيه الصوفية وبيعظموه، ده تصوف، وده من أعظم الوسائل اللي أدت إلى الشرك. لكن ده ما فاهم ذات الشرك ولا فاهم التوحيد ولا فاهم الدين أصلا، عرفتها؟ فجايك حيلة عما زي ما نقول في المثل السوداني، قال كذبوا علي في التصوير مع الضريح، رجع تاني قال صورة أنا قمت بإرفاقها، قال وهي صورة تذكارية وتصورت في أماكن كثيرة. وهو قال بنفسه الرفع، قال في النت في صفحته ولا كده، قال بنفسي قمت. طيب ما جيتك حيل عميتها يعني، في النهاية الشيء اللي اتهمت به جيت لفيت كده ولصقته في نفسك براك، بل كذب على العلماء. شوف دول كذاب كيف، قال العلماء قالوا، والله ده كلامه بالنص، قال العلماء قالوا لا ضير أن تأخذ بجانب قبر، أن تأخذ صورة بجانب قبر إن كان من باب التذكرة ومن باب العبرة وليس من باب التبرك. والعلماء قالوا لا ضير أن يأخذ الإنسان صورة في عند قبر أو كذا إن كان من باب التذكرة وإن كان من باب العظة وإن كان من باب العبرة وليس من باب التبرك. كلام ده جبته من وين؟ منو من علماء الأمة الإسلامية قال يا يوسف أخذ سيلفي مع الضريح مع القبة مع القبة؟ منو يا محمود الحسنات؟ يا أخي ما تفتري الكذب في الدين، والكذب على دين الله سبحانه وتعالى، والكذب على العلماء. وأصلا ما حرم تعظيم القبور إلا من أجل هذه التصاوير التي فيها أصلا. في الصحيحين، أنت عارف الصحيحين، في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما حكتا للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، وما فيها من التصاوير، صور في الحيطة، صور غير ظلية، وأوسان وأصنام، صور ظلية، كل أنواع الصور كلها. فحكينا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان تصويره، ما عندهم كاميرا لكن برسموا، وعندهم تاني تصوير من الحجر زي أصنام، كل منهي.
فحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام التصاوير، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. فأنت ما فاهم، هو ده سبب الشرك، تعظيم القبر والتصوير فيه ده سبب الشرك. انت تيجي تقول والله افتروا علي، وتاني تقول انا صوروني ورفعت انا في صفحتي، فده ده كلام فارغ. وزول ده كانه ما يدري ما يقول اصلا، لكن الان بيلمعوا فيه. جماعه الاخوان المسلمين جابوه في البلد دي عشان يقول لنا بلوه جديده بعد عبد الحيوسف، بعد ما اتكشف وطفش مشى تركيا، دارين يجوا يعملوا لنا بلوه جديده بيده، وينزلوا مقاطع الخطبة يقطعوها دقيقة دقيقتين دقيقة دقيقتين، ويعملوا لها ورا زي نشيد ولا موسيقى ما بعرفه، هو 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 كده، عشان يغشوا الناس ويأثروا في الناس بالباطل، بالكلام الباطل. اتقوا الله يا أخي وما تفتري على الله الكذب، وده السبب الأعظم الوقع الشرك اللي انت بتسوي فيه ده يا محمود الحسنات، تعظيم القبور وتعظيم القباب والأضرحة. ووقت تقول أنا ما صوفي، ما مشيت الجزائر عملت الموضوع ده مع الضريح، وده شغل صوفية عديل ما فيه لك لك. اثنين، احتفلت بالمولد ببدعة المولد، أعظم بدعة دون الشرك عند الصوفية بدعة المولد. والله ما زلت غارقا في حلمي ولا أصدق أنني وصلت إلى الجزائر. أقول وأنا قلت منذ أن أتيت أنني سأحدث أحفادي أنني زرت الجزائر، سأحدث أحفادي أنني زرت الجزائر. شاركت بكلمة في الاحتفال بالمولد، ونقلت قناة النهار، القناة اللي بترعى الصوفية في الجزائر، اللي بيجي فيها شمس الدين بوروبي المجنون الثاني ذاك صوفي، اشتغلت معاهم. هم اللي لمعوك في الجزائر، قال لمعك منو؟ هم اللي استقبلوك، انت قال استقبلك منو؟ شبكنا استقبلني شعب الجزائر، لا لا لا، استقبلوك الصوفية والأخوان المسلمين بقناة النهار، ومشيت احتفلت معاهم في المولد بمسمى قال جمعية العلماء المسلمين، هي جمعية جماعة الإخوان المسلمين والصوفية، ما علماء. احتفلت معهم والمقاطع موجودة والفيديو موجود بعنوان عديل محمود الحسنات يحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في الجزائر. فكيف تقول أنا ما صوفي وتكذب على الناس وجاي تتباكى؟ وكمان بحاكي خالد الراشد، هذا ما إخواني خالد الراشد ده، وبتدافع عنه في خطب كثيرة وبتشتم الناس السجنوا. الشيخ خالد الراشد ما زال مسجون، والشيخ سلمان العودة والدكتور علي العمري وغيرهم من مشايخ المسلمين وغيرهم من علماء المسلمين يسجنون. السجنوا ده الحكومة السعودية جزاها الله خير وتقبل الله منها، لأنه سجنت الأخوان رؤوس الأخوان المسلمين المفسدين، أرسلوا أولاد المسلمين، رسلوهم لداعش، كتلوهم هناك، فجروهم هناك، ورسلوهم لجبهة النصرة ومن قبل لتنظيم القاعدة، وهم شيوخ الأخوان المسلمين دي ناس خالد الراشد وسلمان العودة وغيرهم، أولادهم دي معظمهم بيقروا في فرنسا وفي بريطانيا وفي أكسفورد وفي واشنطن وفي غيرها، بيقروا هناك ويرسل أولاد المسلمين في خط النار قدام في إفساد وليس جهادا أصلا. انت جاي تتباكى عليهم وتقول انا ما اخو مسلم؟ اللي بيجي يتباكى عليهم ده منو؟ ناس خالد الراشد ده تابعين لوين؟ بيلعبوا في المريخ ولا المورده؟ ديل من حزب الاخوان، بل قاده حزب الاخوان المسلمين. طيب بعد ذاك برضه مشى قدام بعد ما كذب على العلماء وقال اتحداك انا يا فلسطين، اتحداك تجيب لي واحد من العلماء جوز تاخذ سيلفي مع القبه مع الضريح، اتحداك اتحداك. برضه مما بثبت انا انك انت برضه اخواني، ليه اضنينك؟ أخو مسلم من جماعة الأخوان المسلمين، إنك شغال الآن في المسجد اللي اسمه علي الحلبي ده في الجريف، وأنا جبت خبره كله عرفته في الجريف، شغال مع الأخوان المسلمين، هو ده دي وسيلة قوية جدا. أنت ما بتكون عارف نحن جبناه كيف، جبناه بفضل الله، صورناه من حيط الجامع بتاعه، شغال محاضرة أسبوع ثلاثية بتاعت محاضرات مع واحد اسمه محمد علي الشيخ. أها ده شنو محمد علي الشيخ ده؟ شنو يا محمود الحسنات؟ تعرفه ولا نوريك ليه؟ ده من كبار السرورية من حزب الإخوان المسلمين في السودان، جناح عبد الحي يوسف، وعبد الحي لما انطفش مشى تركيا ما كان في زول بيخطب له في المنبر، هسه ده هسه في الأسابيع الفاتت دي، ما بعيد في الأسابيع دي ما في زول بيخطب له الجمعة إلا محمد علي الشيخ، ده خليفة عبد الحي يوسف الإخواني السروري، وانت شغال معاه تيجي تكذب علينا تقول انا ما اخواني واشكوكم الى الله؟
اهو دي الوثيقه كل الناس يشوفوها من الحيطه بتاعت الجامع، محاضره انت ومحاضره محمد علي الشيخ ومعاكم التالت ذاك اللي بينشد ولا بيغني ده برضه اخواني اخو مسلم عصام مين ده برضه اخو مسلم. هذه تحلها كيف؟ السلف وضعوا قاعده متفق عليها عند السلف الصالح، قالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا الفته. زول بدعته، ما انت بدعتك ظاهره ومعفن عديل طالعه برا، لكن خليه يقول ما ظاهره، قال لم تخف علينا الفته. الالف والقاعده دي اخذوها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جابوها من راسه السلف الصالح. في سنن الترمذي باسناد صححه الالباني قال النبي عليه الصلاه والسلام: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. وايضا في الصحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. انت جيت من فلسطين من غزه، ما نزلت الا عند الاخوان المسلمين، الا عند السروريه، الا عند التكفيرين، الا عند جماعه بن لادن، ما هم ديل ذاتهم صلوا صلاه الغائب في ميدان المولد السجان الخرطوم على بن لادن، ما هم ديل ذاتهم ناس عبد الحي محمد علي شيخ غير منو ديلهم ذاتهم. جيت من هناك ما نزلت الا عند ديل، وما شغال الا مع ديل، وما بتتعاون الا مع ديل، وتجي تبكي تقول انا لا اعرف الاخوان، ما مع الاخوان المسلمين ديلهم. هسه عرفتهم، قول ما بتعرفهم، فرضنا جدل ما كنت بتعرفهم، والله جاهل وبيبي ما كنت بتعرفهم، صح؟ الان عرفتهم. اها هتخليهم ولا ما هتخليهم؟ فما تكذبوا علينا. الشغله دي عملوها ناس قبالك كثير، واحد اسمه صادق عبد الله مجدوح هنا في اللماب، ربنا الحمد لله فضحه وكشفه للناس، كان برضه يقول انا لست اخوانيا، بعد شويه ظهر مع الاخوان المسلمين. عبد الحي كان يقول والله يسالون من السروريه، يقول لا ادري لكنهم الذين يسرون بالعباده. لما جاء محمد سرور في زياره سريه، الوصايا قاعده عندي، زياره سريه من هناك لندن الى الخرطوم، جابوا عبد الحيوس ومحمد الكريم على الدين الزاكي ابو نارو واستقبلوه وكشفتهم جريده الصحافه، قالت بالخط العريض جماعه السروريه استقبلوا شيخ محمد سرور نايف. ثاني يوم بدل ما ينفوه يبقوا اسكيه ابلد بشر، يا على الدين الزاكي ومعاول السروريه ذكرتهم ده طلع بيان، قال صح والله شيخ نجا لكن ما ناقش معنا قضايا التكفير انما ناقش معنا قضايا الدعوه، يعني شيخكم محمد سرور نايف يعني سروريه انتم خلاص كشفت اللعبه ما في حاجه. فالان لعبتك انت اتكشفت، وخطبك دي كلها هي خطب الاخوان المسلمين، ما ده ما منهج اهل السنه. اهل السنه عندهم العقيده دي اهم شيء، التوحيد، وعندهم النهي عن الشرك اللي هو اظلم الظلم، ده قبل اي ظلم ثاني بحذروا منه. طيب مشى قدام قال اشهد الله من فوق سبع سماوات اني لا انتمي لاي حزب، ودي كشفناها. بعد ده قال مع احترامي لها كلها دون استثناء، ايوه قال انا ما بنتمي لاي حزب لكن بحترم جميع الاحزاب الموجوده، يعني الصوفيه بتحترمهم، يا سلام ما شاء الله، التجانيه بتحترمهم، التجانيه قالوا عندهم ذكر نجروا من راسه اسمه صلاه الفاتح، قالوا ده افضل من القران 6000 مره بالسويه، تحترمهم كيف؟ كيف تحترم؟ تجانيه قالوا نحن بس اللي بنخش الجنه كما في كتاب جوهر المعاني بلغ الاماني، كيف تحترمهم؟ كيف تحترمهم؟ السمانية والتجانية ذاتهم كل الصوفية بيستغيثوا بغير الله، بخلوا الله، وكل طريقة بتستغيث وتدعو شيخة، وده الشرك أكبر مخرج من الملة. كيف تحترم؟ ناس دعاة شرك، عباد قبور، عباد قبب، يا أخي ناس بيدعوا الألوهية، شيوخ الصوفية، زي ما قال مثلا محمد عثمان عبد البرهاني، بس مثال واحد أذكره لك من كتابه شراب الوصل، قال أجود على أمي لترحم طفلها فالرحمة من في الكون من بعض رحمتي، جبريل وميكال وإشراف وعزراو جنودي في التصريف هم تحت إمرتي، أنا الحق، يعني أنا الله قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء يوم القيامة كمان، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. تحترمهم كيف يا محمود الحسنات؟ كيف تحترم ذل؟ عندك سيد قطب شتم نبي الله موسى، شتم نبي الله داود، شتم نبي الله سليمان عليهم جميعا الصلاة والسلام، شتم عثمان بن عفان، شتم عمرو بن العاص، شتم معاذ بن سفيان، شتم أبو سفيان. كيف تحترم؟ كيف تحترم الجماعات دي؟ كيف تحترمهم؟ عندك الصادق المهدي، ده حزب الأمة، ده حزب، أنت قلت بتحترم كل الأحزاب وكل الجماعات، قال بلا استثناء كلها.
كيف تحترمه؟ صادق المهدي قال الآيات جاءت في المواريث أو أنصبة الزكاة، قال دي ينبغي أن تراجع. كلام الله، القرآن الكريم قال يراجع، يراجع، يحتاج مراجعة كلام الله، لتأخذ المستجدات في الحسبان. تحترمهم كيف؟ وقلت بلا استثناء، معناته دخلوا الرافضة الشيعة قال قالوا عندنا قرآن هو اسم مصحف فاطمة ما فيه حرف واحد من قرآن المسلمين، زي ما جاء في أصول كافر الكلين الجزء الأول الصفحة 55. كيف تحترم دي؟ كيف تحترم ناس بيقولوا السيدة عائشة زانية؟ كيف تحترم ناس بيقولوا بضع من النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل نار جهنم؟ انت كيف تحترمهم بلا استثناء؟ قال كل الجماعات. وده أصل سادس من أصول منهج جماعة الأخوان المسلمين. فما تكذب علينا ولا بتقدر تلعب علينا بإذن الله، وإذا ما تبت نحن والله يومي نكشفك للنازل. طيب بعدها قال كلمة خطيرة انزلقت منه، تبين انه زول ذا مجرم. بس قال البعض ينتمي الى العبيد، طبعا ده في رد علينا، البعض ينتمي الى العبيد بالنص الكلمة دي قالها، فيغيظه ان يرى البعض ينتمي للأحرار، هو يشير الى نفسه، هو قال بينتمي للأحرار ونحن ننتمي الى العبيد. كيف الكلمة دي يعني؟ شنو انا دار افهمها؟ كيف يعني ينتمي للعبيد؟ كيف انا داير افهم انت قاصد شنو بانه ينتموا للعبيد وانت تنتمي للاحرار؟ دي انا داير الناس المتعاطفين معاه، لانه في ناس ذاته عندنا في البلد دي ناس عندهم اسهال بتعاطفه، والله معليش لك عندهم اسهال بتعاطفه. شفت كيف عشان يلقوا زول يتباكى يغشهم، انا والله شو اعمل كده طوال يقول لك ده ولي صالح، واحد تعيد كاتب له بالتعليقات هذا من علماء المسلمين. ده علماء كيف؟ زول ما يقدر يقرا حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قراية صحيحة، والله قرأ له حديث واحد انتهى من الحديث مرة واحدة. وديك مثال في مقطع باسم شاهد، ده عنوان المقطع، الرفع الود محمود الحسنات، شاهد رد محمود الحسنات على كل من اتهمه وقذفه وشتمه، ده عنوان المقطع. قام قرأ حديث في الدقيقة 4:06 إلى الدقيقة 4:20، يعني 14 ثانية قرأ حديث كله كسره. قال شنو؟ وحديث مشهور الناس عارفينه، انا هقرا لك زي ما قراه، ولا تتعجب انه الرجل ده ما عنده علاقه بالعلم الديني في ذره من العلم الديني. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه، لحد هنا النطق صحيح، ولم يدخل الايمان قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. دي تجي كذا محمود الحسنات، يدخل الإيمان قلبه، والإيمان هنا فاعل، والفاعل ده مرفوع يا أخي، لازم يكون الإيمان وقلبه، قلبه قلبة دي واقعة مفعول به، المفروض تكون قلبة وهي مضاف والهاء ضمير مضاف إليه، يعني الصح يا محمود يا حسنات تكون يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. أنت قلت ولم يدخل الإيمان قلبه، يعني القلب هو الدخل في الإيمان، ودي طبعا ما في أحد من جماعة الأخوان المسلمين يقدر يفسر علينا، وعشان ما تقول لي زلت لسان أقول لك الحديث كله فجغ وأمشي قدام. ولم يدخل الإيمان قلبه ولا تتبع، إلى أن قال ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته إلى آخر. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. كل ده غلط. قال ولا تتبعوا عوراتهم، تتبعوا دي فعل فاعل يا حسنات، وعورات دي مفعول به لأنه قبلها فعل فاعل، يبقى لابد يكون مفعول به، وهي جمع عورة تجمع على عورات جمع مؤنث سالم، وقعت مفعول به، والمفعول به الحق أن يكون منصوبا، وهنا منصوب لكن بالكسر نيابة عن الفتحة، ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم، عورات لازم تكون، ولا تتبعوا عوراتهم مش عوراتهم، الله يصلح حالنا وحالك. قال ومن تتبع عوراتهم، هذه برضو ثاني واحد كمان، تتبع عوراتهم، ما بقص مستحيل تكون في مفعول به منصوب بالضمة، دي ما في منصوب بالضمة، جمع مؤنث سالم ينصب ويجر بالكسرة. المهم قال تتبع الله عورته، لا تتبع الله عورته،
ومن تتبع الله عورته، هكذا قال، والصحيح ومن تتبع الله عورته. فهذا ده كلام عجيب جدا، لا يمكن يا ناس مستوى زي ده، ده يجي يمشقوا جامع والاخوان المسلمين عمل لي قال تكريم وعمل لي الموسيقى ورا لا اله هو هو حركات الاخوان المسلمين ده، هذول ما نافذ، ده ما نافذ خالص. طيب بعد ذاك يا جماعه نقطه ثانيه، تركيزه في شتم حكام المسلمين تحديدا. حكام امتي نسمعوا أيها المتجبرون المتكبرون في الأرض، ماذا قال المسؤولين؟ ماذا قال الوزراء؟ ماذا قال الولاء؟ ماذا قال الحكام؟ ماذا قال الأمراء؟ ما قالوا إلا اللهم كرشي، اللهم كرشي. ده باطل ما بيجوز، حتى لو في ناس عندهم عاطفة مع الموضوع ده، لازم نعرف حكم الله وحكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، ما بيجوز إطلاقا، ما بيجوز بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه أحمد في المسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. مجرد النصيحة مش كمان شتيمة، مجرد النصيحة للحاكم في العلن ما بيجوز. وشوف الحسنات ده الإخوان ده متناقض، لما ردينا عليه وقال ينصحوني في السر، طيب انت بتشتم الحكام في العلن، ديل ما برضو مسلمين، تشتم حكام المسلمين في العلن، انت متناقض في كلامك ده ومعارض لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولينصحه فيما بينه وبينه، فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة إنه الرجل ده خطبه كلها قصص، وكما كان السلف الصالح يحذرون من القصاص، ما بيسمعوا ليهم ولا بجلسوهم، ده يدل إنه الرجل فقير من العلم، خطب قصص، عنده خطبة قال أرسلت لي فتاة وعامل فيها بيبكي، هسه دي بتبكي؟ أرسلت لك فتاة بس تبكي؟ أرسلت في فتاة، أرسلت لي فتاة وقالت أنها كانت تستخدم الجوال وما عارف شنو كده داست والجوال صوره وانتشر الصوره وهي في وضع كيف، ده ما موضوع ستمسك بين المسلمين في خطبه جمعه قريب ساعه ولا نص ساعه ولا 40 دقيقه، تقعد تمسكهم في اتصلت به فتاه، فتاه بتاع شنو يا شيخنا؟ الدين ده قال الله وقال رسوله بفهم السلف الصالح. القصاص الاسلوب بتاع خالد الراشد اللي انت بتحاكي فيه وبتدافع عنه ده، واسلوب الاخوان المسلمين ده، ده والله ما عنده علاقه بالاسلوب العلمي الصحيح في منهج الاسلام. منهج الاسلام انك تدعو بالكتاب وبالسنه بفهم السلفي هذه الامه، ده الدين. لكن القصص دي باطله، زي ذا كان الاخوان ذاك اسمه مين البراك كده، زمان كان بيغشونا انصار السنه لما كنا معاهم، بيجيبوا لك شريط اسمه توبه احمد، بيعاملوا واحد اسمه البراك اخواني زي محمود الحسنات ده. الشريط كله قال قصة واحد كان جارب سيارة وقال يمارس الغناء، يسمع الغناء وما بعرفه كيف، وشاهد الأفلام قال وارتطمت السيارة في الكبري وما عارف رقد أحمد في الانعاش، وبعد ذلك وفاق وكاد أن يموت، وبعد ذلك تاب في النهاية. قالوا القصة دي ذاتها ألفها من راسه براه، ما حصل لأحمد ولا دق في كبري ولا غيره. يا ناس قول حصل ده الموضوع ساعة جايطين وتوبة أحمد، والشريط ده والله انتشر انتشار ملايين البشر حول العالم بيحضروا الشريط ده يبكوا، وطلع قصة مناجرة أخو مسلم من راسه. يا ناس يا الأخوان المسلمين والله حقوا يتقوا الله ويتوبوا ويرجعوا إلى الله، يخلي لعبوا بالإسلام ولعبوا بالأمة بقضايا بعضها حقيقية، لكن داري يخم بين الناس لحزبهم، عرفت كيف؟ زي زمان الأخوان المسلمين كانوا يخطوا لك صندوق قدر الدولار، قدروا الدولاب ذاته ما زي صندوق التبرعات العادي، يخطوا لك في ابواب المساجد سواهم في نصرة الاقصى، الجماعه بيدفعوا يمشي يركبوا بها عربات كروزرات، وده معروف طبعا في البلد دي، فما بيزول بيقدر يغالط في الكلام ده. المتاجره بقضايا الامه ده ايضا احد الاساليب الخبيثه والقذره من اساليب حزب الاخوان المسلمين. الود اللي اسمه محمود الحسنات ده الان شغال بالاسلوب ده، شغال بهذا الاسلوب، ماشي برضه عامل له تصوير مع واحد سفيه خلينا من اسمه، وراكب معاه في العربيه ويضحك، وذاك يساله يقول لي عندك معجبات؟ يضحك يقول لي يا اخي ما تعمل لي مشكله مع زوجتي، ده شيخ
ده شيخ ممكن يكون بالأخلاق دي والأسلوب ده؟ لا يمكن يا ناس، لا يمكن يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.